الورده جوتها ما. تحالف السلام عليكم بخير اختي الناخبه، اننا اليوم مع التاريخ من اجل صياغه برامج تنميه لمدينه الشهداء. اننا في حزب الاستقلال لنا نقاش افكار وليس نقاش تشييش، ان صراع الافكار ضروره في المناسبات الانتخابيه. ولكن اخي الناخب، حزب الاستقلال ابى ان يخاطبكم من مدينه الشهداء مناديا الطاقات الحيه، مناديا ضمير وضمير وضميرات، من اجل صنع تاريخ فلسفه انتخابيه جديدة تراعي أن التنمية هدفا أولا وأخيرا. إننا في حزب الاستقلال نرقى إلى مواطن يختار بصدق برنامجا واقعيا يرى فيه تنمية واقعية. إننا في حزب الاستقلال وبرمز ميزاننا نسعى إلى القطع مع الأمية في التسيير، القطع مع برامج الاستجداء، القطع مع برامج استغلال ذوي الحاجات، مع برامج التي تقطع مع استغلال الفقراء من أجل توظيفهم كآلات وأصوات انتخابية. حزب الاستقلال، حزب الشعب، من أجل هذه الأمة يجند لائحة كلها عطر من أجل بسط أفكارها باستراتيجية تنموية تجعل من مدينة الشهداء مدينة الأفكار، مدينة صنع التنمية. إننا لا نستبعد المواطنين، إننا نجعل من المواطن هدفا لننمي نفسه بنفسه من أجل اختيار يرقى إلى تنمية ذات فعالية، تنمية لها من الخير على الساكنة، كذلك على الشباب، على الأطفال، على الصغار، على الكبار، وحتى ذكرى لشهدائها الذين ضحوا وانهجروا لتكون من مدينة الشهداء. Thank you.
Give me